السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا قناة وين كونكر. أهلا وسهلا بكم من جديد، معكم إيهاب محمد. في البداية صلى على النبي وما تنساش لايك للفيديو والاشتراك للقناة وما تفعيل زر الجرس، ويلا بينا نشوف إيه اللي نزل جديد النهاردة. أولا كده يا جماعة، إحنا عارفين طبعا إن الشهر ده هيبقى خاص بتحديثات الوريور، ولسه كمان إحنا في سكيلا يا دوبك بس اللي نعرفها، وعارف إن هو بيستخدم 2 سبير ولسه بس هنعرف كل ده، بس طبعا هتبقى فيديوهات متسلسلة. نزل دلوقتي تقريبا بتاع 4 ايفنتات ومنهم كمان بتاع سيرفر الجديد. طيب هنشوف دلوقتي الموضوع يا جماعه، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا بحاجه اسمها بوست وورير اويكنينج بيجين. طب تمام، اللي هو بقى ان الوورير ده او نهوض الوورير، بدايه الوورير ده تقريبا كده يا جماعه شكله ايفنت. تمام، الايفنت ده يا جماعه بيبدا من يوم 5/1/2021 ل 18/1/2021 ان شاء الله. تمام، الايفنت ده يا جماعه هيبقى موجود في كل السيرفرات ما عدا فولد ايو. بيقول لك اول حاجه هتروح تكلم واحد اسمه كوماندر زي، ده هتلاقيه في الديزرت. تمام، هتروح تسلمه حاجه اسمها سبلندر ستون، هتقدر تجمعها من تفتح يوميا تلعب ارينا، تستخدم التشي توكن وتقتل اللي هو روتن كوربس ان ذا ريموت سيتي، وتقتل حاجه اسمها روتن كوربس تقريبا، هنعرف بس فين الماب دي. افري سبلنتر ستون بهديك نقطه، يعني كل واحده بتسلمها تديك واحده جايه اسمها اسيستنس بوينت. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف الديزرت. انا طبعا بشرح بيوجيرو الورير او كوماندر زي. تشيك ذا تيدلز، على فكره انا ما مستخدمش التشيت توكن بتاعتي، انا بجرب اللي هو ايه بالموجود موجود يعني عموما. اوكي تمام، هتشوف دلوقتي سبميت سبلندر ستونز اهو كده، هو بيقول لي انا معايا 20 واحدة كده، انا سلمتهم واخدت 20 اسيستنت بوينت. في حاجة اسمها تشالنجر ريموت سيتي كويست، بداية اللي هو التحدي بتاع الريموت كويست، ان احنا نتحدى اللي هو الوحوش التشالنج. ورينا بقى هنا. تمام اهو دخلنا الماب دي كده من جوه، اكيد راح ده اصلا بتموت بصوره، يعني اخدنا حاجه اسمها سبلندر ستون زي ما انتم شايفين. تمام، سبلندر ستون اهو شغال، اخدها اهو. يا رب بركب حصان انا كويس. تمام، بنقدر نجمع سبلندر ستون، بس اعتقد ان هو لغايه ما الوحوش كلها تموت تقريبا، شكلها كده لغايه ما الوحوش كلها تموت عشان هي ما تطلعش تاني. لا بتطلع تاني اهو، يبقى يا معلم وما بيجيبش اوتو هانت. يبقى انت ليك 3 مرات في اليوم، اكيد كل مرة ليها وقت. طب نشوف كده لو فيها وقت هنا. دايل ليميت 100، ليك 100 في اليوم ماكس 100 سبلنتر ستون، ليك 100 في اليوم. تمام، يعني انت ليك 100 في اليوم. التشي توكن ليك كام مرة؟ بتاخد منها 20، وان ذا جالي فاير بتاخد منها 50 لمدة ده في اليوم ماكس داي. تمام، طبعا ايفنت اللي هو جانيوري جراند سيل اللي هو ده ايفنت بتاع الشوب الباوند زي ما احنا بنقول، بس طبعا هو بفلوس عاديه. المهم يا جماعه هنفضل نسلم 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 وكل الكلام ده. تمام، وانز بلايرز بيرسونال، لما توصل النقط بتاعتك 1500 1000 2000 3500 نقطه، هتقدر تاخد جوائز، وجوائز الوريور هتبقى الضعف. تمام، يعني مثلا بيقول لك لو 100 نقطه هتاخد يونيفرسال رون، 10 سبيشال تريننج بيل، وهكذا. طيب الضعف بقى على طول للوريور. تمام، على طول الضعف للوريور، يعني ده بدل 10 ياخد 20، 500 كده بدل ياخد 15 ياخد 30، وهكذا. طيب وي اولسو كولكت توتال مش عارف ايه نقط كلها من الكروس سيرفر، ونحولها لملايين بعد كده. طيب احنا دي خليها بعد كده هنفهم ايه دنيتها، هنحولها دلوقتي. بيقول لك بقى كروس سيرفر اسنس ده هو اللي هو النقاط اللي استلمت 2 مليون نقطة، 5 مليون نقطة، 10 مليون نقطة، 20 مليون نقطة، الجوائز بتبقى هكذا. تمام، حاجة اسمها جلوبال ارتست تشيست وجلوبال مش عارف ايه وجلوبال بريكس رو وهكذا. تمام، ده لما احنا نقعد نسلم في النقاط كلنا، يعني كل النقاط اللي اتسلمت في كروس سيرفر حاليا 42000 نقطة 569. تمام، دي النقاط اللي اتسلمت، مطلوب مننا ان احنا نجيب لغايه 20 مليون نقطه. ده بيفكرنا بايفنت كروس فاير تقريبا. زي ما انتم شايفين هنا، نخش على الرولز.
زي ما احنا عارفين الروز ده عموما. هنا انا عايز اعرف بس لو في نقاط هنا 1500 3500 وهكذا. للوريور يعني زي ما هي سنديه زي ما هي. بيرسونال اسنس بعد كده ديه بعد كده جلوبال. طبعا الرنكات لو انت كسبت رنك اول لورد تاخد جرمان 5 ستار اسمه بيبي رات كده عارفينه فريزن فانتازي جلوري وجرمانات قديمة جدا 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 تمام. بس السباس هتاخد عليه 20,000 سبيس باوند 15,000 سبيس باوند. طب دي بتعتمد عليه على اكتر واحد سلم نقاط في الكروس سيرفر. اكتر واحد سلم نقاط هو اكتر واحد بياخد جوائز. جميل كده احنا عرفنا ايه هو البوست وورير اويكننج بيجين اللي هو ايفنت للوورير. يبقى احنا عرفنا يا جماعه بتجمع السبلندور بنسلمها بعد كده لما نجمع النقط المطلوبه بناخد جوائز بيها. جميل وهكذا يعني. بص بعد كده حاجه اسمها سبميت سبلندر ستون انا معايا 18 اهو كده انا خدت 18 نقطه. حلو الكلام. بعد كده بنسلم الجوائز عن طريق اكيد الويب سايت. بنفتح هنا بنعمل لوجن وبننزل النقاط اللي احنا جمعناها لو نان وورير لو انت مش وورير من فوق لو انت وورير من تحت تاخد ضعف الجوائز وتقعد تستلم 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 وهكذا. كده يا جماعه كان شرح الايفنت بوست وورير ويكينج ده. طبعا انا اسف كمان لو انا بعتذر لو الانجليزي بتاعي مش كويس بس ادينا بنطور من نفسينا يعني. حاولت يا جماعه اشرح لكم كده على قد ما كفايه في الايفنت ده. فطبعا ايفنت خاص بالورير بالاكتر والجوائز بتاعته رمزيه يعني فمن ازاي ما تحتاجش التعب بصراحه الا لو انت من النوع اللي بتحب ان انت تاخد رانك اول. كان معكم يا محمد من قناه وين كونكر. ما تنساش تشترك في الفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. الى اللقاء في فيديو حلقه قادمه ان شاء الله. سلام.